ثم جعل يقبله، والحسين يبكي، علي الأكبر يبكي، والحسين يبكي. أحن حسين والي وسال دمعة، وحنا ظهره على ابنه انكسر ضلعه، دار على طواقي وضعه والعيون تسيل بحمايان، قله والدمع بالعين دفاق، بعبره مكسره وبقلب خفاق. بويا ودعت الله بالفراق، بويا وش بيدنا على المقدار. نعم عاد عليون الى المعركه، اجركم الله وهو يقاتل قتال الابطال. فجاءه مره عبد ضربه بالسيف على راسه، رحم الله من نادى وعليا وسيدا. ثم صاحب عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأس الأوفى، شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين كالصقر المنقاض، جلس عنده. الإمام يقول: دعا على عمر بن سعد قال: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. جلس عنده. قال: بني علي، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. ثم وضع خده على خده ونحره على نحره وفمه على فمه، وبيناه وكذلك رآه تبسم واستعبر. ما رواية نقول لك إياها يا موالي. الإمام رأى علي الأكبر أول مرة ابتسم، تبسم، قال له: ولدي علي، أراك تبسمت، لما تبسمت؟ فقال: أبا، أرى رسول الله وبيده كأس وهو يقول: عجل علي، عجل بني علي، عجل فلك كأس لا تظمأ بعدها أبدا. قال: بني، لما استعبرت؟ قال: أبا، رأيت جدتي فاطمة واقفة وهي تنظر إلى جراحاتي، تارة تنظر إلي وتبكي، وتارة تنظر إليك وترى ما تعمل الآن بي أبي. فجعل يبكي الحسين سلام الله عليه. الزهراء تحضر، الزهراء تأتي. إخواني أحبائي، الزهراء تحضر المجالس. هناك علوية، علوية عقدت مأتما للإمام الحسين، عقدت مأتما للإمام الحسين هذه العلوية. وبعد المأتم، طبعا النساء عندما تقل من لا ينطمن، وين ينطمن؟ ينطمن على صدورهم. قرأت الملة: نعم، والنساء ينطمن على صدورهم. هذه العلوية رأت امرأة وقور واقف إلى جانب وتضرب على وجهها، وتضرب على وجهها. جاءت إليها، قالت لها: أمة الله، اللطم على الصدور، أراك تلطمين على وجهك. قالت: يا علوية، إن ضلعا من أضلاعي مكسور، إن ضلعا من أضلاعي مكسور. قالت: من أنت أيها
والضارب على وجهك من أنت أكأني بها نادت أنا فاطمة الزهرة الزكية أنا فاطمة الزهرة الحزينة أنا أم الغريب الذابحين والله أنا أم الغريب الذابحين يقولون صدر المغربين والله يقولون صدر المغربين يقولون شيب مخضبين والله يقولون شيب مخضبين يقولون يا سقاط عين والله يقولون راس قاط عين أبيات الدعاء نعم يا اللي تناشدني عليه من تهمل العين يا اللي تناشدني عليه من تهمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حب قلبي تظهر بصبها دموعي مجبور في حب ولا اشوفه بطاعي يا ريت ابو عبد الله يا ريت قبل ضلوعه مربت ضلوعي من دون خدة عفرت مني خد والله ابكي على مصابه بكل صبح ومسيه ابكي وساعد على البكا الزهرة الزكية لا زال تندب يا قريب الغابرية أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي والله احنا العراقيين هنا جالي العراقية نطبخ صارنا من اول يوم محرم ثاني لليوم العاشر نطبخ لأبا عبد الله الحسين واحنا قائمين في هذا الجامع جامع الامام علي للباكستانيين واخواننا هنا المسلمين كلهم فانا والاخ ابو عباس نطبخ هنا من اليوم الواحد الى يوم 10 محرم وان شاء الله قائمين بالواجب كل احنا نروح فدوانا لأبا عبد الله الحسين لانه هاي الثوره ممتده الى من ابائنا الى اجدادنا الى اولادنا ان شاء الله وقائمين بالواجب جامع الامام علي واخواننا العراقيين هو هنا ان شاء الله أبو عباس هذا اليوم في مركز الإمام علي في واشنطن لإحياء مجلس العزاء على روح الحسين نشاهد عدد كبير من أبناء الجالية العراقية المتواجدة هنا يحيون هذه المراسيم والشعائر الدينية ونشاهد هناك الأكل أكل الحسين الهريسة والقيمة العراقية طبعا نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجليل واحنا بمركز الامام علي هاي السنه الثانيه يعني بالنسبه لحضوري الجاليه العراقيه هذا المكان الوحيد اللي يطبخون به ويحيون شعائر ابو عبد الله الحسين فما شاء الله شوفين العوائل والجاليه العراقيه يسابقون ويسارعون على هذه الايام يعني هسه احنا عندنا 13 يوم فل واكو ناس يعني تجي تريد تطبخ يوم فل عندنا فنخلي كل الاثنين يطبخون بيوم واحد لان كل العراقيين يريدون يطبخون واحنا عندنا 10 ايام انا اعرف انه انت اللي تطبخ الهريسه والقيمه العراقيه طبعا كل الطبخ واني والاخوان وصديقي نجاح واصدقائي الباقيين نطبخ هنايا ومتطوعين احنا لابو عبد الله طبعا نشتغل فري ببلاش يعني ثواب لله فباكر ان شاء الله ليله 10 محرم راح نسهر هنا نطبخ قزانات مال هريسه وقيمه النجف